في يوليو هذا العام أوصت شركة ماكنزي الحكومة اللبنانية بتشريع زراعة نبتة القنب لأغراض طبية في إطار الجهود للنهوض بالاقتصاد اللبناني. بحسب تقرير للأمم المتحدة في عام 2011، حل لبنان بين أكبر 5 بلدان منتجة للحشيش في العالم، معظمها يزرع هنا في سهل البقاع، وهو واد خصيب يفصل بين سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية. ازدهرت زراعة الحشيش في لبنان أثناء الحرب الأهلية بين عامي 75 و90، ويزعم المزارعون أن الحشيش هو النبتة التي تضمن ربحا جيدا في المناخ البقاعي القاسي. جرمت الدولة اللبنانية زراعة الحشيش في تسعينيات القرن الماضي، وجاء القرار جزئيا بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، فاتبعت الدولة سياسة إتلاف الحشيش كل موسم، ما أدى لمواجهات واشتباكات دامية بين المزارعين وقوات الأمن. وبعدها تغير الحال. اندلاع الأزمة السورية تسبب في ازدهار زراعة القنب في لبنان. لم تعد الدولة قادرة على إتلاف المحصول كل عام وحماية الحدود في الوقت نفسه. يقول المزارعون إن تجارتهم زادت بنسبة 50% منذ عام 2012. صادرات الحشيش اللبناني غير القانونية تقدر بحوالي 200 مليون دولار سنوياً، وإذا كانت قانونية فستكون ثالث أكبر منتج تصدره لبنان. والآن يبدو أن لبنان يعتزم اتخاذ خطوات لتشريع زراعة الحشيش، فقد أعلن رئيس البرلمان في اجتماع مع سفيرة الولايات المتحدة أن البرلمان يستعد لدراسة تشريعات تسمح بزراعة الحشيش لاستخدامات طبية. ولكن هناك مشكلة واحدة، فأي تقنين لزراعة الحشيش يعني التعاون مع المزارعين الذين ظلت الدولة لعقود تطاردهم. الشباب من وراء الدولة، من وراء وسخة الدولة وطوتها. كان أي شاب مثلي أو أي مزارع كبير بالعمر بده يطعمي ولاده، أو أي شاب عنده أحلام بده يحققها، بده يعمر بيت ويتجوز ويأسس عائلة لحتى يقدر يعيش مثل هالعالم عايش. بس هون ما في إلا زراعة الحشيش الواحد يزرعها ولا يعيش منها. بشوف كتير شباب لأنه من عطل عن العمل، ما فيش وظائف تتوظفت. علي يساعد أسرته في زراعة الحشيش من وقت لآخر، يستخدم اسما مستعارا ولا يريد إظهار وجهه، فهو يخشى ملاحقة الدولة. ولد وترعرع في اليمونة، هذه القرية تقع في محافظة بعلبك الهرمل. علي مثل حال معظم سكان اليمونة، يعتمد على زراعة الحشيش كمصدر عيش، يتجول في الحقول بمسدس، فهو يخشى أن ترجع الدولة لسياسة إتلاف المحصول. إذا حدث ذلك علي لا يستبعد مواجهة مسلحة مع قوات الأمن. اجت بدها ببيت رح يكون السلاح الحربي تبع العالم رح يطلع بوجهن، هاي ردة فعله. شخصيا بمسك سلاحه بحربها اذا بدها تحاربني بلقمة عيشة، يعني بالخبزة اللي بدي اكلها عم تحاربني فيها. نحن مع تشريع انه يشرعوها لحتى العالم تقدر تستفيد منها، او اذا ما بدهم يشرعوها يامنوا بدائل للعالم، مثلا يامنوا وظائف لهالشباب العاطل عن العمل لهالعالم. بس معهم الدولة ما مش طالع من امره شيء. علي في 19 من عمره، حين يكمل دراسته قد يلجأ لزراعة الحشيش بشكل دائم في حال لم يجد وظيفة أخرى، لكن حتى بالنسبة لأسرته هذه الزراعة ليست مربحة كما يعتقد المرء. زارع مش مستفيد الأكبر منا، المستفيدين الأكبر منا الأركان الدولي تبعنا، ما هي اللي بالتعامل معها بتتهرب وكلهم هن اللي بيهربوها. موسم الحصاد قد اقترب، قريباً سيتم لم القنب وبيعه بحوالي 400 دولار للكيلو. في مصانع غير رسمية يمر بثلاث إلى أربع مراحل قبل أن يتحول إلى حشيش، وبعد ذلك يهرب إلى الخارج. معظمه يذهب إلى سوريا، الأردن، مصر، قبرص، تركيا، وحتى إلى إسرائيل. اليمونة مثل الكثير من قرى المنطقة، تجد نفسها في قلب الجدل حول تشريع الحشيش. يزرع الحشيش في اليمونة منذ 80 عاماً على الأقل، وهي منتشرة بشكل كبير لدرجة أنها توجد حتى على جانبي بعض الطرقات. كل بيغدر اللي بتعاطى الحشيش ما بيغدر، لأن هي الشتلة الوحيدة المقدسة، وبشدت على كلمة مقدسة لأنه هي الوحيدة يلي عم تطعم البشر، هي اللي خلتنا ما نعوز الدولة. جمال شريف مختار قرية اليمونة يقول إنه ليس لديه أي ثقة في الدولة اللبنانية.
ضد التشريع إذا كانت الدولة هي اللي بدها تكون هي القيمة على الموضوع. يعني ضد إنه المزارع يعطي محصوله للدولة والدولة تبيعه للشركات المصنعة. نحن مع التشريع إذا كان المزارع له علاقة هو العلاقة مباشرة بينه وبين الشركات المصنعة. قلة الثقة هذا ناتجة عن سنوات من الوعود التي لم توفى. في عام 2012 وقبل موسم الحصاد جاءت قوات الدولة بالجرارات وحاولت إتلاف الحشيش، لكن أهالي اليمونة تصدوا لهم وعطلوا جميع الطرقات المؤدية إلى القرية. موتونا هاو، نحن عن موت هاو ومش خلوني هارب. كلنا بدنا نقاوم، والحاضر يعلم الغايب. لو أكبر رأس بالدولة بدأ كسر. بعد مفاوضات مكثفة شهدت زيارة لوزير الداخلية شخصيا إلى اليمونة، سمح لقوات الأمن بإتلاف الحشيش بشكل سلمي مقابل تقديم مشاريع تنموية ومحاصيل بديلة للمنطقة. نحن نضمن جميع المزارعين يبطلوا يزرعوا حشيش، اللهم إذا الدولة أوفت بالتزاماتها. لكن هذه الوعود لم تحقق، والمواطنون هنا قلقون من أي تعاون مستقبلي مع الدولة. دولتنا مثل ما هي، مثل ما نحن شايفين الدولة بدها تشريعها بطريقة تناسبها هي للدولة، يعني تناسب الدولة كيف بدها تسرق هذا المحصول. مش همون يشرعوا الحشيش، هن بعد في هالنوع الواحد من الانتاج اللي عم يطلع بلبنان مش حاطين ايدهم علي، طلعوا ببدعة التشريع لحتى نية يسرقوا المزارع، وهو المزارع الأضعف في لبنان هو مزارع الحشيش. سامي أيضا اسم مستعار يمثل ما قد يكون عليه مستقبل علي بعد 10 سنوات. يجني سامي حوالي 10,000 دولار سنويا من زراعة الحشيش، وهو يرى أن هذا المبلغ ضروري لتوفير احتياجات أبنائه، لكنه غير مقتنع بما يفعل. إذا بتحكيني دين أو شرع، نحن حرام ثم حرام زراعة الحشيش، بس أورار الإنسان بيضطر إذا بده يطعم أولاده يعيش أولاده بده يزرع. سامي يزرع التفاح أيضا، لكنه يقول إن الحشيش هو النبتة الوحيدة التي تضمن دخلا جديا في ظروف البقاع المناخية. مع التلف الحشيش إذا بيأمنوا وظائف للعالم ومستشفيات ومدارس وضمان صح. وإذا ما تلفوا شو بتعمل العالم؟ ساعتها بدنا نزرع إجباري، لأنه هن حرامية أكثر من الشعب اللي عم يزرع الحشيش. نحن مع التشريع، مع التشريع، بس في شروط. ما ينهبوا وحصص مثل الدخان لمنطقة الجنوب. مخاوف سامي من الفساد لها أسبابها، فلبنان يحتل مرتبة متأخرة على مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. مش ضد القانون، لا غير لا 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 كل حكومة اللي بتجي بتقول نحن ضد القانون، بس نحن مش ضد القانون. نحن القانون سمعاني حفظينا الغاية. الحشيش بتنزرع بلبنان من هون من عند الدولة العثمانية، بس الدولة الحالية بتقول انه غير قانوني. نحن مش مع الدولة، يأمنوا وظائف للعالم، عندنا طلاب جامعات، نحن قاعدين بالعسكري ما بتعين منها عسكري، ما حدا عم يبكي عليك، بيموت الواحد قدام المستشفيات وما حدا بيسأل عنه، وصارت معي يعني بدت مستشفيات. فيما يتعلق بقضية تشريع الحشيش في لبنان، هناك آلاف الأشخاص يجب التعامل معهم أولاً. هناك أكثر من 45,000 مذكرة توقيف لمنطقة بعلبك الهرمل، معظمها يتعلق بجرائم لها علاقة بتجارة المخدرات، وهو ما يقرب من 7% من سكان المنطقة بأكملها. العشائر التي تسيطر على تجارة الحشيش تطالب بعفو عام لهؤلاء المطلوبين كجزء من قانون تشريع الحشيش. قاسم طليس يقول إنه يمثل مصالحهم. جعفر، زعيتر، علاو، نصر الدين، أمهز، المؤديد، المصري، كل العشائر. أنا الناطق باسم لجنة العفو العام بمنطقة بعلبك الهرمل. التقينا به في بريتال، حيث قتل 8 مسلحين من بينهم تاجر مخدرات بارز مطلوب للعدالة أثناء مداهمة الجيش اللبناني منزله في يوليو 2018. بهذه الفوضى اللي حصلت أكيد بدو عيش، اضطر لحتى يقوم يزرع أو يتاجر أو
منه انا عم برر له لحتى يكون لا سمح الله انه شجع فسيده، بس اما مرق لبنان بفوضى وهذه الفوضى شجعته على عمل كذا، فهلا وقت بصير في استقرار وبطل بده يستار وبطل، يعني وقت صار في دولة واستقرار بطل يتاجر. طب بيجي بضل ليح وبقول له انت مجرم؟ ما بيقول انا يا عمي خلص. بعد انتهاء المقابلة أصرت ليس مرافقتنا خارج بريتالا، قال إن هذا من أجل سلامتنا الشخصية. لكن قضية تشريع الحشيش غير متفق عليها في المجتمع اللبناني. على بعد نحو 80 كيلومترا غرب بعلبك في بكركي، وهي مركز البطركية المارونية، التقينا المطران بولس الصياح، وهو من أشد رافضي فكرة تشريع الحشيش. We have a big problem of drug addiction and if the plantation of marijuana is legalized it will spread like fire. يصعب تأكيد ما يقوله الصياح، لكننا سمعنا من كثيرين في لبنان أن تدخين الحشيش منتشر، لكن رفض الجميع الوقوف أمام الكاميرا والتحدث عن الأمر. تعاطي الحشيش في لبنان جريمة يعاقب عليها بالسجن. في عام 2016 ألقت السلطات القبض على 4700 شخص بين متعاط وتاجر للحشيش. Had we had a government capable of controlling the situation and making sure that the only use of this drug would be for medical reasons, I think the problem would be different. They know very well they won't be able to control it. If they want to convince me that they can control it, why don't they control it now? Okay. It is being planted against the law. يعتقد الصياح أن هذه الخطوة لديها دوافع سياسية. Just to gain some popularity, you know, with the local people, you know, say, look, I'm doing things for you. I want to help you cultivate this and sell it for good money and so on. It's a political racket, I think. It could be. لكن وفقا للسياسيين الداعمين لمشروع التشريع، هذه الخطوة قد تأتي بمنافع كبيرة للاقتصاد اللبناني الذي انخفض نموه الاقتصادي من 9% سنويا قبل اندلاع الحرب في سوريا إلى 2%. التشريع له هدفان، اجتماعي واقتصادي. الآن اجتماعيا هذه الناس تحاول الهجرة من الريف إلى المدينة، اقتصاديا أموال الحشيش تذهب إلى جيوب خاصة أكثرها مافيا ومهربين. في العاصمة بيروت التقينا بلال عبد الله النائب في البرلمان اللبناني عن الحزب التقدمي الاشتراكي. قائد الحزب كان قد أعلن دعمه لفكرة التشريع في عام 2014. نحاول إقامة مؤسسة عامة تعنى بهذا الشأن. على نصح ما هو جاري بموضوع الدخان. لبنان يصنع الدخان ويزرع الدخان، وهذه الزراعة ساهمت في إبقاء شريحة كبيرة من الناس في أرضها وتعطيها إنتاج وتضمن لها العيش الجيد. بلال عبد الله يعتقد أن القانون سيكون خطوة أولى كافية لبناء الثقة بين المزارعين والدولة اللبنانية. نوعية الحشيش اللبنية جيدة. أنا بسافر على أوروبا وشوف محل ما بيتعاطوا حشيشي ومحل ما مشرع، يعني بتلاقي الصنف اللبناني أغلى سعر. صرح وزير الاقتصاد رائد خوري أن القيمة الإجمالية لهذه الصناعة قد تبلغ مليار دولار سنويا إذا شرعت، ما قد يجعلها حلا مثاليا لمشاكل البلاد الاقتصادية العديدة. لكن الموافقة على هذا القانون قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات. أما المزارعون فهم عالقون في الوقت الحالي، ومصدر دخلهم الوحيد ما يزال غير قانوني. صف اتحضر لبلشتك من اول الطريق عرفك عبقى